أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازلنا في حديث أبي بصير عن الإمام الصادق عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام حيث يذكر الإمام علوم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لأنه كما ذكرنا في الحلقة الماضية، إن العلم من أهم أسباب التفضيل، والله سبحانه وتعالى حينما يريد تفضيل أحد، يكون ذلك التفضيل عبر أمور من أهمها العلم. ولذا الله سبحانه وتعالى علم رسول الله صلى الله عليه واله من العلوم ما لم يعلمها احدا من السابقين غيره. ثم هذه العلوم اورثها الله سبحانه وتعالى من رسوله الى آل بيته عليهم الصلاة والسلام الائمة من اهل البيت. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا يعني اورثنا علم الكتاب فالامام الصادق في هذا الحديث يبين ان رسول الله صلى الله عليه واله علم امير المؤمنين الف باب من العلم يفتح من كل باب الف باب ابو بصير استعظم هذا العلم قال قلت هذا والله العلم يعني العلم الذي ليس فوقه علم الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يبين ان هذا العلم عظيم لكن هناك علوم اعظم منها علمها الله رسوله ورسوله علم الائمه عليهم الصلاه والسلام ثم يذكر قال: فنكت ساعة في الأرض، النكت هو التأثير اليسير في الشيء، مثلا الإنسان بيده عصا، وبهذه العصا يحركها على الأرض، وبها يؤثر في الأرض أثرًا، هذا يسمى النكت، أو بإصبعه مثلا يحرك هذه الإصبع فيؤثر في الأرض أثرًا، هذا يسمى نكت. فلعل في يد الإمام كانت عصا أو شيء من هذا القبيل فأثّر في الأرض أثرًا كأنه يفكر، ولعل ذاك لبيان أهمية ما سيذكره، لأن أحيانًا الإنسان يريد أن يذكر شيئًا مهمًا فيمهد له مقدمات سواء بالكلام أو بالأفعال. وأحيانا يراد بذلك تهيئة المستمع نفسيا حتى لا يصدم بكلام لا يتحمله فورا حتى يكون في تهيؤ بأن الإمام أو أي شخص آخر يريد أن يذكر كلاما مهما فيكون تلقيه لهذا وانتباهه لهذا مع استعداد نفسي فالقبول يكون أحسن فنكت ساعة في الأرض، ساعة قطعة من الوقت سواء كانت طويلة أو كانت قصيرة، ثم قال: إنه لعلم، يعني ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب، هذا علم وعلم عظيم، وما هو بذاك يعني ليس بالعلم اللي تصورته أنه ليس فوقه علم بشري آخر. كلا هناك علوم اعظم من هذا العلم علمها الله سبحانه وتعالى رسوله والرسول علم الائمه ثم قال يا ابا محمد وان عندنا الجامعه وما يدريهم ما الجامعه قال قلت جعلت فداك وما الجامعه؟ قال صحيفه طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله وإملائه من فلق فيه وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش من في الخدش من العلوم التي حباها الله سبحانه وتعالى الأئمة عليهم الصلاة والسلام علم الشريعة. الشريعة فيها أحكام كثيرة من الحلال والحرام، من الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات والمباحات، لأنه ما من واقعة إلا ولها حكم. والإسلام في كل شيء له حكم من الأحكام الخمسة. هذا بالنسبة إلى تكليف المكلف. وهناك أمور وضعية أحكام شرعية وضعية مثل الطهارة، مثل النجاسة، مثل القاطعية، المانعية، الضمانات، هذه أيضاً أحكام شرعية يعبر عنها بالأحكام الوضعية، لأن الأحكام الشرعية قسمان، قسم أحكام تكليفية هي الأحكام الخمسة من الوجوب إلى الإباحة، إلى الحرمة، إلى الكراهة، إلى الاستحباب، هذه أحكام تكليفية، وهناك أحكام وضعية يعني تشريعات لكنها بالمباشرة لا ترتبط بفعل المكلف، وإنما يترتب عليها أفعال المكلف، أو تستتبع أفعالا للمكلف مثل الطهارة والنجاسة، الطهارة هذه ليست فعل ليست فعلا للمكلف. الدم نجس، الخمر نجسة، مثلا، ماء المطر طاهر، هذا أمر لا يرتبط بفعل المكلف، لكنه حكم شرعي، يعبر عنه بالحكم الشرعي الوضعي، ويستتبع حكما أو أحكاما للمكلفين، الدم نجسة مثلا، من أحكامها أنه في الصلاة إذا كانت كان الدم كثيرا، لا يجوز الصلاة في ثوب او في بدن ملوث بالدم بشروط مذكورة في الكتب الفقهية. فهذه تسمى أحكام وضعية. كتاب علي علم الشريعة، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه واله ذكر لأمير المؤمنين جميع الأحكام الشرعية سواء تكليفية أو وضعية. من فلق فيه يعني هذا كان كلام مباشر مو انه استنباط، اجتهاد حتى واحد يجي يقول انه هذا اجتهاد شنو هذا كذا، لا مباشرة رسول الله صلى الله عليه واله كان يبين وامير المؤمنين يكتب ما كان يذكره رسول الله صلى الله عليه واله فجميع ذلك جمعه امير المؤمنين في كتاب هذا الكتاب يسمى كتاب علي في الروايات وعندنا عندنا في مجموعه من الاحاديث الائمه عليهم الصلاه والسلام يستندون الى ما في هذا الكتاب لان هذا الكتاب توارثه الائمه لم يكن بيد احد من الناس وهو الان بيد الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف طبعا الكثيرون كانوا يعلمون بأن لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كتاباً دون فيه ما سمعه من أحكام من رسول الله صلى الله عليه واله، لكن البعض حاولوا تصغير هذا الأمر كدأبهم حينما يتمكنون ينكرون فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وإذا فضيلة اشتهرت بحيث انه لا يتمكنون من انكارها يحاولون ايجاد شركاء له في تلك الفضيله عبر وضع الاحاديث، احاديث موضوعه وضعوها وذكروا تلك الفضائل لغيره حتى يساوون غيره به. اذا هذا ما امكنهم يحاولون تفريغ الفضيله من محتواها انها ليست فضيله. واذا لم يتمكنوا من ذلك يحاولون تصغير هذه الفضيله من جملتها ما تحقق بالنسبه الى كتاب علي عليه الصلاه والسلام لم يتمكنوا من انكاره ولا تمكنوا من اشراك غيره به لانه زين اذا كانوا يشركون غيره به كان يقال لهم اين ذلك الكتاب مثلا ولا تمكنوا من انكار فضل ذلك حاولوا تصغيره قالوا فد ورقة صغيرة كان يجعلها في غلالة سيفه بها مثلا بعض الكلمات وكذا تصغير ذلك فلذا الأئمة عليهم الصلاة والسلام بيّنوا حقيقة ذلك الكتاب ذلك الكتاب بشكل كان يطوى سبعون ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا ذراع رسول الله ذراع عادية لأن رسول الله صلى الله عليه واله من حيث الجسم لم يكن بالطويل ولا بالقصير، جسمه متكامل من جميع الجهات، فذراعه ذراع عادية تقريبا الذراع نصف متر تقريبا، لكن القول بأنه بذراع رسول الله، بيان لطول هذه لهذا الكتاب تفخيما لهذا الكتاب وتعظيما له سبعون ذراعا يعني كتاب بهذا الطول وهذا يتضمن جميع الاحكام الشرعيه من الاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه لا كما توهموه من وريقه صغيره كتب فيها بعض الامور يمكن كل واحد ممن كان يحضر في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله يكتب حكما أو حكمين مثلا كلا فيها كل شيء الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يذكر بعد ذلك فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس في أحكام الشريعة لأن أحكام الشريعة لا تنحصر في الحلال والحرام بل كل ما يحتاج اليه الناس حتى الاحكام الوضعيه داخله في ما كتب في هذه الصحيفه. بعدين الامام يريد يبين ان هذه الصحيفه لا تتضمن فقط الكليات. زين واحد يقول كليات الفقهيه مذكوره الان عندنا بعض الكتب الفقه، الفقهيه ذكرت فيها الكليات، لا حتى الجزئيات حتى الامور التي لا يهتم بها الناس. لذا الإمام يقول حتى الأرش في الخدش. الخدش واضح الأثر في الجلد بحيث أنه بحيث أنه يصير شق أو تمزق بسيط جدا في الجلد، هذا يسمى خدش. الإسلام راعى حقوق الناس حتى إلى هذا المقدار البسيط. هذا المقدار البسيط فيه الدية ويعبر عنها بالأرش إذا واحد عمدا أو سهوا لم يجرح وإنما خدش شخصا ذلك الخدش فيه الأرش لازم يدفع مالا إذا كان عمدا فهو عاص وواجب عليه أن يدفع الأرش وإذا كان سهوا أو غلطا أو خطأ فهو ليس بعاص لكن خطأه لا يرفع عنها الحكم الوضعي بدفع الأرش زين هسه الخادش شق في الجلد الإمام يقول أقل من ذلك أيضا أقل من ذلك إذا واحد ضغط على جلد او لحم شخص بدون ان يكون ذاك راضي فاحمر جلده هذا ايضا فيه الارش اذا بدون اذنه اذا اذن له فلا باس بذلك هذا ليس من الامور التي لا لا يمكن حتى ان يستاذن فيها بها حتى إذا استأذن بها لا يجوز لا لأنه بعض الأمور حتى لو الطرف أذن لك لا يجوز واحد يأذن لك أن تقتله يجوز تقتل الله حتى لو هو يطلب منك أكو بعض المرضى الآن أو ما يسمى بالقتل الرحيم زين يطلب أن يقتلوه يجوز يقتلوه لا ما يجوز عليه أن يصبر واحد يطلب منك ان تجرحه يجوز؟ لا ما يجوز، حتى لو هو طلب، حتى لو هو راضي. لكن اذا واحد اجاز لك ان تتصافح معه وتضغط على يده ضغطا يسبب اثر الاحمرار في يده، اذا هو مو راضي لا يجوز ذلك لانه تصرف في بدن الغير بما لا يرضى، هذا ما يجوز. كما لا يجوز ان تتصرف في مال الغير بما لا يرضى لا يجوز ان تتصرف في بدنه بما لا يرضى تلمس شعره وهو لا يرضى لا يجوز ذلك تاخذ يده وتضغط على يده بحيث انه يحمر هذا لا يجوز يعني مراعاه الحقوق الى هذا الحد الانسان لا يجوز ان يتصرف في مال الغير ولا في بدنه الا برضاه في ضمن اطار الشرع زين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول حتى هذا المقدار في هذه في هذا الكتاب مذكور في الجامعة مذكور حتى أرش الضغط الذي هذا الضغط على اللحم أو على الجلد الضغط يؤثر أثرا بالإحمرار لذلك في هذا الحديث الإمام يستأذن حتى يبين له لانه ابو بصير لان ابا بصير كان اعمى زين فالامام عليه الصلاه والسلام عملا اراد ان يفهم هذه القضيه الاعمى خاصه اذا كان اعمى بالولاده لا يدرك معنى الالوان لان هذه الامور من الامور التي تدرك ولا توصف الانسان لازم يشوفها يدركها بعد ذلك توصف له اذا هو ما شايفها بالاساس كالذي يولد اعمى هذا لا يدرك معنى الالوان يسمع لون احمر اخضر اصفر ام شنو حقيقه اللون لا يدرك ذلك لانه لم يكن قد راها سابقا نعم اذا واحد كان بصيرا ثم بمرض او حادث اصيب بالعمى هذا لانه كان قد راى يتمكن من ان يتصور على كل حال فالإمام عليه الصلاة والسلام أراد له عملاً أن يريه عملاً ذلك فقال أتأذن لي يا أبا بصير الإمام هو صحيح له الولاية الآية الشريفة حول الرسول صلى الله عليه وآله تقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى منهم لكن هذه الأولوية أيضاً جعلت للأئمة في يوم الغدير الرسول صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ قال: الست اولى بكم من انفسكم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني امير المؤمنين اولى بكم، المولى هنا يعني الاولى بكم لان هذه المقدمه قرينه على ان المولى هنا بمعنى الاولى. الائمه لهم الاولويه. لكن هذه هذا الكلام للتعليم يقول تاذن لي أبو بصير أذن أذن فالإمام أخذ يده وضغط ضغطا كالذي يضغط وهو غضبان يعني شوية ضغط شديد الإمام قال حتى هذا فيه الأرش إذا, ما إذا لم يكن بإذن وضرب بيده إلي يعني قدمها إليه لعله وضعها على يده حتى يشعر بها لأنه كان أعمى فقال تأذن لي يا ابا محمد؟ قال قلت جعلت فداك انا لك فاصنع ما شئت انا عبد لك مطيع لك كلما تأمرني في خدمتك فغمزني بيده غمزه ضغط وقال حتى ارش هذا كأنه مغضب يعني الضغط كان ضغطا شديدا شايفين بعض الاحيان واحد يتصافح وياكم يضغط يده ضغط شديد زين هذا الضغط يوجب الاحمرار اذا بدون اذن فيه هدية حتى ارش هذا هذا لبيان ان كتاب علي مو فقط كتاب يتضمن بعض الكليات مثل الكتب الفقهيه اللي عاده موجوده بايدينا لا يتضمن كل شيء من الاحكام قال قلت هذا والله العلم علم الشريعه كلها الوالد رحمه الله تعالى عليه كان ينقل عن بعض اساتذته ان كتاب جواهر الكلام للمحقق الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر النجفي في هذا الكتاب ينقل عن استاذه ان هذا الكتاب يتضمن ربع مليون مسأله ربع مليون مسأله زين ومع ذلك كثير من المسائل لا توجد في كتاب الجواهر أحيانا يسأل العلماء مسألة يريدون يراجعون لا يوجد في الكتب الفقهية ذكر لهذه المسألة لأن المسائل الشرعية لا حد لها لذا الإنسان يجب أن يتعلم المسائل التي هي محل ابتلائه كثير من المسائل مو محل ابتلائنا ف... الجواهر لا لا كثير من المسائل غير موجوده فيه. مع ذلك في ربع مليون مسأله حسب هذا النقل. مسائل شرعيه كثيره جدا لان كل حركه من حركات الانسان هذا فعل ولكل فعل حكم من الاحكام الخمسه. فقلت والله هذا والله العلم، هذا هو العلم. يعني ليس فوقه علم. الامام قال لا اصبر هذا علم عظيم. لكن أكو أعظم منه أيضا قال إنه لعلم هذا علم عظيم وليس بذاك يعني مو بمعنى أنه بعد ليس فوقه علم لا أكو فوق علم ثم سكت الساعة ثم قال وإن عندنا الجفر الجفر كما ذكرنا فيما مضى صندوق هذا الصندوق قد يكون من الخشب، وقد يكون من الجلد، وقد يكون مركب يعني من خشب وعلى هذا الخشب جلد. زين، هذا الجفر كان هناك عند الأئمة وعند الإمام المهدي الآن جفران، الجفر الأبيض والجفر الأحمر. أما الجفر الأبيض ففيه العلم. يعني مواريث الأنبياء من العلم. وأما الجفر الأحمر ففيه السلاح. سلاح رسول الله صلى الله عليه واله ومواريث الأنبياء مثل عصا موسى وما إلى ذلك. الجفر الأبيض ماذا يحتوي؟ في الأحاديث أن العلوم التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه لم ترفع بموتهم. وانما اورثوها للاوصياء من بعدهم الكتب السماويه حسب بعض الروايات 104 واربعه كتب نزلت على بعض الانبياء منها التوراه منها الانجيل منها الزبور زبور داود منها صحف ابراهيم منها كتب نزلت على ادم كتب نزلت على نوح كتب نزلت على ادريس هذه الكتب وهذه العلوم كلها موجوده وعلوم اخرى نزلت عليهم هذه لم ترفع بموتهم او برفعهم كرفع ادريس وعيسى الى السماء وانما بقيت في الاوصياء يتوارثونها الى ان ورثها الى ان ورثها رسول الله محمد صلى الله عليه واله ومن بعده امير المؤمنين ثم الامام الحسن ثم الامام الحسين وهكذا وهي الآن بيد الإمام المهدي قال وإن عندنا الجفر وما يدريهم الجفر ما يدريهم يعني ما يدري الناس أو ما يدري الشيعة الذين كانوا يقولون أن رسول الله علم أمير المؤمنين بابا من العلم يفتح منه ألف باب اللي الإمام أجاب أنه لا علمه ألف باب يفتح من كل باب ألف باب وما يدريهم الجفر قلت وما الجفر جفر شنو هو قال وعاء من ادم يعني من جلود فيه علم النبيين والوصيين وعلم الانبياء الذين مضوا من بني اسرائيل الانبياء واوصياء الانبياء والعلماء من بني اسرائيل زين يعني العلماء من بني اسرائيل منو لان هناك كان في بني اسرائيل علماء لم يكونوا انبياء ولا اوصياء لكن كانوا يحدثون تحدثهم الملائكه الله سبحانه وتعالى القى في قلوبهم الحكمه مثلا الخضر لم يكن نبيا ولا وصيا للنبي مثلا لقمان لم يكن نبيا ولا وصي ولا وصيا لنبي ولكن ولقد اتينا لقمان الحكمه. هؤلاء لم يكونوا انبياء ولا اوصياء لكن الله سبحانه وتعالى علمهم. هذه العلوم مكتوبه توارثوها الى ان ورثها رسول الله صلى الله عليه واله ومن بعده الائمه. فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل قلت إن هذا لهو العلم هذا هو العلم يعني يجتمع فيه علوم الأولين والآخرين قال إنه لعلم وليس بذاك أكوهم علم آخر فوق هذا العلم زين شنو ذلك العلم ثم سكت ساعة ثم قال وان عندنا لمصحف فاطمه عليها السلام. زين شنو مصحف فاطمه؟ فيه اخبار المستقبليه، لان فاطمه سلام الله عليها بعد ارتحال رسول الله صلى الله عليه واله، دخلها حزن شديد، فارسل الله سبحانه وتعالى ملكا يحدثها كما ان الملائكه حدثت مريم. واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. مريم لم تكن نبيا. ولكن الملائكة حدثتها. فالله سبحانه وتعالى ارسل ملكا لفاطمة وهي افضل من مريم لان مريم سيدة نساء العالمين في زمانها. وفاطمة سيدة نساء العالمين من الاولين والاخرين. ارسل ملكا يخبرها عما سيقع في المستقبل إلى يوم القيامة فكان الملك يحدث فاطمة وكان أمير المؤمنين عليه السلام يكتب ذلك وفي بعض الأحاديث بيان لبعض الجزئيات أنه فلان من العلويين ثار الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال هذا ما يحصل شيء من الحكم من الملك لماذا؟ لأنه لا يوجد اسمه في مصحف فاطمة من الذين يملكون الأرض، وبالفعل ثار لكنه قتل في زمان المنصور، قبل أن يتمكن من الوصول إلى الملك، وإن عندنا لمصحف فاطمة، كلمة المصحف ساكو بعض الأشخاص يهرجون أن للشيعة قرآن آخر وكذا هو مصحف فاطمة اصلا المصحف ليس اسم للقرآن المصحف كلمة مثل الكتاب القرآن يقال له كتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هسه إذا احنا قلنا فلان مؤلف عنده كتاب يعني هذا قرآن لا هذه كلمة الكتاب أوراق مجموعة تسمى كتاب مكتوب فيها القرآن أيضا أوراق مجموعة مكتوب فيها لذا سمي كتابا واي اوراق مجموعه اخرى مكتوب فيها تسمى كتاب. كذلك المصحف لا في القران ولا في احاديث الرسول صلى الله عليه واله سمي القران مصحفا. هذا اصطلاح اصطلحه المسلمون، لماذا؟ لان المصحف شنو هو؟ المصحف يعني صحف اوراق صحيفه 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 مجموعه في مكان واحد هذا يسمى مصحف. فأي كتاب هو مصحف لأنه صحف صحيفة صحيفة مجموعة كما أن القرآن يطلق عليه كتاب وسائر الكتب يطلق عليها كتاب أيضا القرآن يطلق عليه مصحف وسائر الكتب أيضا يطلق عليها مصحف زين مصحف فاطمة شنو هو؟ ما حدث الملك فاطمة سلام الله عليها من أخبار مو من أحكام ما فيها ذكر للأحكام وانما اخبار الاخبار المستقبليه، اخبار الماضي هم ما مذكور فيها. وان عندنا لمصحف فاطمه وما يدريهم ما مصحف فاطمه، الامام يبين عظمه هذا المصحف، وانه ليس كتاب مواعظ ولا كتاب احكام زين، ولا كتاب اخبار الماضي حتى يكون في قصصهم عبره. فلذلك هذا الكتاب ليس فيه من مطالب القران لان القران مواعظ عبر اخبار الماضي قصصها مسائل عقائديه وما الى ذلك هذا كتاب كتاب تاريخ المستقبل مما لا يوجد في ظاهر القران ذلك وفيه تفصيل وبيان سنذكره في حلقه قادمه ان شاء الله تعالى هذا واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين